أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. ارتفاع أسعار تذاكر السفر يثير السياء الجالية المغربية بالخارج ومطالب بتدخل حكومي. يسود غضب شديد في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالخارج جراء ارتفاع أسعار تذاكر السفر عبر الخطوط الجوية الملكية والبواخر المخصصة لنقل مغاربة العالم إلى وطنهم الأم، ومباشرة عقب إعلان المغرب فتح حدوده لاستقبال الجالية ابتداء من 15 يونيو الجاري، سجلت أسعار التذاكر ارتفاعا صاروخيا تجاوز حدود المعقول، ما خلف استياء واسعا لدى هذه الشريحة في ظل غياب إطار عام يضبطها ويقننها. وتعالت أصوات عدد من المغاربة العالم وطيف واسع من الفاعلين الجمعويين تطالب بتدخل حكومي للتخفيف عناء السفر بحرا وضمان مرور عملية مرحبة في أفضل الظروف.